دخيلك يا بروس، أبوس إيدك، أبوس إجرك، أنا مالي علاقة، هو أب بكري خلاني هيك أقر وأعترف، وكان بده يلبسني التهمة ويقول إنه أنا ضربته لعبد الرزاق بالسكينة. ما هيك؟ إيه؟ مثل ما عم بقول لك أبو الروس، الله وكيلك الولد تلفان وتعبان من هديك المرة. لا يا أبو الروس، إيه أنا ما ببيعك وما بعطي عليك بمال الدنيا كله. راس ولاك راس، لو مالك ندل وجبان وملحك على ذنبك كنت بتروح على السجن بإجريك ولا بتخبر عني. لا يا أبو الروس، إيه أنا لو بعرف إنك جبان وناوي تتخبى وراي بعملها. مش عم تقولوا لا الروس، انت ابو ضاي وسكرت، لا بتخاف ولا بتهاب لا من اب بكري ولا 100 واحد مشكلته. مشان هيك انا بدي اكسر راسه فيك واصغره قدام كل الخلق والعالم. ايه عم تحكي مدوزن. عفرم عليك ابو عبدو، عفرم عليك. وايش صار باب بكري بعد ما عرف اني علمت على الحاره كلها؟ طار عقله وصغر بعين اهل الحاره كلها، وما بقى حدا يشله وزن او قيمه، ولسه يا أبو الروس ناويله على فايني، بدها تكسر له ظهره طاقين. قصدك على أخو فوزي؟ إيه أخو فوزي، والله لأبكي دمه أحرق قلبه عليه. أوعى تلعب معي لعبة مالك قدها، ترى بقى أبرك هون بالبستان والدبين الأزرق ما بيعرف وين أراضيك. لا يا أبو الروس، أنا مش لشواربك لخاي. راح أفكك بس على شرط، بدي أعرف مكان فوزي، بدي أعرف وين متخبي. اتفقنا ولاك؟ إيه مثل ما بدك أبو الروس، بس أنت أعطيني شوية وقت لخاي. الوقت طول كتير وما بقيت أتحمل، ولك ما بقيت أضايل. ها أبو الروس، كل ما صبرت أكلت أطيب لخاي.